ولا على فكرة أنا كنت ممكن أعلم عليك قدامها بس مرضتش. تعلم على مين يا نجم؟ أنا لسه ما خلصتش كلامي. أنا بس جاي أقول لك لما تحب تعمل دكر وتيجي تعمل نمرة ما تجيش تعملها عليا أنا. زي ما قطرت عليا أنت وأصحابك في الكافيه الصبح هردها لك. بس أنا بقى هعلم عليك. كتروا عليا يا ولاد. دم بيتي. ده غير بقى عارف انت غرور كده غير مبرر وعجرفه فارغه. ده طاهر. طاهر يا ولادي انا هوريك. صعران يلا يا كلب يلا يا ولاد الكلب. معايا خدني اخيبك. يا نهار اسود بخوك بيبي. عامل ايه؟ وراك ايه؟ تعبتك معايا يا عم. تعبك راحه. بقول لك كده انت لقطهم والله. ده انا عايز اقول لك بعد ما بعت لي عملت الاوردر جالي طلب عليهم تاني. هم دول بقى. هو الاوردر لمين؟ لمراد صح. ايه الدنيا وانت هتجيب بضاعتك منين؟ إيه؟ ليه؟ لا عادي اصل حاجه نظيفه يعني. ليه كم واحد صاحبي كده قاعدين بره بيظبطوني وبنقسم يعني زي ما كلنا بنعمل. ولا ايه يا عم شيكو؟ يعني التيشيرتات دي جالك من بره؟ ايوه. هو فيها شيكو؟ لا مفيش اي حاجه. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا حاسس إيه شفتهم قبل كده التيشيرتات دي. طب ايه الفكر فيه؟ مفيش اي حاجه. الموضوع بسيط بس صاحبي قلق شويه. ما تقلقش. انزل يلا انزل يلا. عايز افهم في ايه؟ فهمني في ايه طيب؟ انزل يلا. ايه الحاجات في ايه دول؟ ما انت نسيت. فهمني في ايه؟ تعالى فهمني. قول لي كام مره. فهمني. حضرتك هم هربوه من باب المطبخ. حضرتك هو اللي هرب لوحده يا باشا. ههربه ازاي بس؟ دي سمعه مكان. انا عايزك تهدي خالص وتاكدي انك مش هتخرجي من هنا غير ومعاكي حق. مش حق انا بس، حقي وحق كل البنات التانيه اللي اتصوروا. احنا اتحفظنا على الموبايل خلاص وصاحب الكافيه جاي في الطريق. حضرتك انا بقالي اسبوعين بس شغال مش عايز مشاكل. عملته ايه؟ انا مش هسكت. انا هبهدل الدنيا اخر بهدله. هو ده الحيوان؟ ماما ممكن تهدى يا فندم. حضرتكم مش هتمشوا من هنا الا لما يجي لكم الواد. اتصل يا ابني بصاحب الكافيه يا ابني استعجله خليه يجيب بطاقه الواد. يا باشا ماليش ذنب والله العظيم. حتى حضرتك اسال الهانم. مش حضرتك قعدت ساعتين او اكتر في الكافيه؟ حد قرب لحضرتك او ضايقك؟ نهار اسود. انا عاوزه اعرف مين صاحب التليفون وفينه. هنجيبه زي ما قلت لحضرتك. حقكم هيجيلكم. طب انا عاوز اعمل محضر نفسي. ده اسمه تهريج. والله ده اسمه تهريج. مش عايز صوت. بقول لك انا عايز عزم بيه. اقف هنا ما تتكلمش. عاوز عزم بيه دلوقتي. اقف هنا ما تتكلمش. كنا في دوريه يا فندم في شارع 13 لقينا الاستاذ ده ماسك العصايه الخشب وبيضرب واحد فيهم. ولما سالناه قال انا بدافع عن ابني. يا حضرة الضابط ناس جايه تضرب ابني قدام بيتنا لازم ادافع عنه. وطول الطريق عمال اقول لحضراتهم كده ما حدش عايز يسمعني. ممكن توطي صوتك؟ انا عاوز عزم بيه دلوقتي. عزم بيه ماشي. هو حضرتك بتهددني يا عم؟ سيبني. اوعى ايدك يا فندم. اللي هو بيقول هو اللي حصل. العيال دي جت اتهجمت عليا قدام البيت. هو في ايه النهارده؟ ما حاسس كاري يا امجد بيه. العيال دي كانت تعمل مشكله في الشارع. بيقولوا ان في حد نصب على التاني. قلت اجيبهم نشوف حكايتهم ايه. عرفت اجيبه. انتوا بتعملوا ايه هنا يا بابا؟ بابا انت مخلف بلطجيه؟ لا ما بابا البنت دي هي اللي ضعف حش. انتي اكيد مش هتتخانقي معايا صح؟ يعني انا متفهمه جدا ان انتي طبعا قلقتي وان انتي مش بتحبي دخول الاقسام. بس اكيد انا ما كانش ينفع اسكت. يعني لو على الاقل مش علشاني فعلشان خاطر البنات التانيه. وانتي ايه رايك؟ انا رايي ان اروى اتصرفت صح الصراحه. ما كانش ينفع تسكت. وانا رايي كمان زيكم. في الاول كنت خايفه بس بعد كده فرحت ببناتي. بناتي بميت راجل. خوفتيني. الحمد لله. ربنا يخليكي لينا يا ند. زي ما ينفعش نسكت
برضو ما ينفعش نكذب. بتكذبوا عليا يا كلاب. ما عملتش حاجه يا ماما. في ايه تضربيني يا ماما؟ بس اهدي. في ايه؟ فاكراني هبله قاعدين مرزوعين ساعتين في الكافيه مع مين؟ ما كناش قاعدين مع حد يا ماما. انتي تخرصي خالص. انتي يا كبيره يا كدابه. بتعلمي اخواتك ايه؟ بتعلميهم الكذب؟ انا اللي خليتها تكذب. كذبت علشاني. كان عندي بروفه في مسرح الجامعه وعارفه انك طبعا اكيد مش هتوافقي. فقلت لها تنزل تستناني نروح نجيب حاجه الموبايل بتاعها. بجد مالهاش ذنب. حرام عليكي اللي بتعمليه ده. يا اخي حرمت عليكي عيشتك. برافت ايه ونيلت ايه؟ حاجه بحبها ونفسي اعملها. مش هتعمليها. عايزه اعملها يا ماما. عايزه اقول لك حاجه، مفيش جامعه تاني، وانتي مفيش تمرين في قناه، انا هفرقكوا. قدرتي تقدري عليه؟ لا اقدر على اكتر من كده بكتير. اتفضلوا ادخلوا على اوقاتكم، مش عايزه اشوف وشكم. جوه. انت ايه اللي خلاك تضربه في الكافيه؟ انت بتفهم؟ بقول لك كنت هضربه، ما ضربتوش. ايوه يعني هو عمل ايه اصلا عشان تضربه؟ روح اساله. كفايه اسئله غبيه عليه والنبي. يا ابني احترم نفسك بقى. بس اللي انت بتقوله ده مش كفايه انك دخلت ابوك في الحوار ده؟ هو اللي دخل نفسه. وانت طالما لقيت الحاجه والواد بتاعها ما كلمتنيش ليه؟ ولا كنت كلمت البوليس؟ ولا كان هيعملوا اي حاجه. كلمت الزفت ده وقال لي هاجي معاك. طب ما هو كلمك، ما روحتش معاه ليه؟ كان مع الزفته اللي مش جاي من وراها غير بلاوي. ولا احترم نفسك واتكلم عليها كويس. ما اسمها الزفته. لا زفته وبراحتي، وخليك كده ماشي وراها زي الدلدول لحد ما تلبسك مصيبه. انت عايز تتربى من الاول وجديد؟ احترم نفسك. بس بقى انتوا الاثنين اتربنا عشان واحده. بس بقى انت دلدول يلا. احترم نفسك. بس بقى انتوا الاثنين معايا عليه. بس انا اخوك اصلا معايا. يا ابني عيسى يا حبيبي. يا ابني عيسى يا ابني عيسى يا ابني. انت هتعمل ايه؟ والله يا مهزر. انت هتعمل ايه؟ انت فاكر نفسك عيب؟ يا ابني بتكلم عليا كويس. عيب عيب دلدول يا ابني. يا ابني ما تضايقش عيب. والله انت ما تضايقش عيب. انت بعتنا سكتوا ليه يا حبايبي؟ كملوا 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 وانا كمان هكمل. يلا كمل اتفضلوا. يلا يا حبايبي. يلا عملتوا ده يا بابا؟ انا طلع عيني هو مش هرجعه. بلطجه مش دي اللغه اللي بتفهموها؟ خلاص انا بعمل زيكم. انا بقيت بلطجي زيكم عشان ترتاحوا. وانا جايب كل ده بفلوسي. انا حر بقى اكسره اقطعه اعمل اي حاجه. انا حر اعمل اللي انا عايزه. ايه ده يا بابا؟ بس انت زيك زيهم كلكم زفت. لا نفع فيكم محبه ولا صحوبيه ولا اي ليل على دماغكم. يا حسن بتزعق ليه؟ في ايه؟ يلا يلا على وضعكم كلكم. يلا هو ده الحل يعني؟ ما تناقشنيش. غوروا كلكم. جاتكم الأعرف فيكم وفي عشتكم. انك صحية وسمعيني. كان نفسي ادخل اقولك ما تزعليش مني انا اسفة، بس بجد المرة دي مش عارفة اعمل كده. مش عشان ما بعرفش اتاسف زي ما انتي بتقولي عليا، بس عشان انا زعلانه عليكي يا كبرتي. انا كمان كنت كبيره البيت. خالك لما كان بيعمل حاجه غلط كنت دايما داري عليه واكذب. امي الله يرحمها كانت تقولي انتي ما بتحبيش اخوكي. اقول لها انا يا ماما؟ تقولي اه. الحب والكذب ما يجتمعوش ابدا يا ناديه، ولا بين الاخوات ولا بين الحبايب، لان كل ما يكون عاوز يتاكد انك بتحبيه هيطلب منك تكذبي علشانه. وكل ما تحبيه اكتر كل ما الكذبه الصغيره هتكبر مع حبك ليه. بغض النظر عن اللي هعمله مع اختك، بس اللي مفرحني انها بتحبك. فتحت الكذب عشان بتحبك. أروى أنا عاوزاكي زيي، عشان لو في يوم حصل لي حاجة أنتي اللي تعرفي تربي إخواتك. هتشاري عليكي متقوليش كده.
آسفة، متسألش مني. تعبت ولازم أكمل عشان مفيش اختيار تاني. أحمد ربنا. أحمده. بحمده عايش بحمده. وعارف إن إداني حاجات كتير ما كنتش أستحقها. ومنع عني حاجات كتير كنت أستحقها. مش فاهم ولا كلمة. يعني لما ببص حواليا بلاقي حاجات كتير حلوة ما كنتش أستحقها بس سبحانه إداها لي. ولما كنت أغلط أستنى الألم ينزل عليا، الألم اللي أستحقه كان بيصبر عليها لحد ما تعدل. الحمد وبيني وبينه عمار وبحبه، بحبه بس زعلان منه. ازاي تزعل منه بعد كل اللي بتقوله عليه؟ عشان خدها من عيالها. اليوم في المستشفى قعدت اقول له يا رب مش عشاني، علشانهم هم. يعني قعدت اقول له ليه كده يا رب؟ ليه ليه؟ ليه تاخدها منهم ليه؟ خلاص عشان خاطري انا اسف. ما تيجي تكلمني على الست القرشانة اللي مسكت الإدارة جديد. ابتديت أصدق إن هي السبب في كل الملاوي اللي بتحصل لي دي. وأنا ابتديت أصدق برضه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.